إذن بعد أن تعرفنا مشاهدين الكرام على حالة الطقس المتوقعة لأبرز الأحداث الأسبوعية، يسرنا أن نبدأ في حلقة الصباح الرياضي مع المغامر اللبناني الذي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت ماكسيم شاعية. ولكن قبل أن نخوض في الحديث مع ماكسيم شاعية، هو مغامر لبناني حقيقة، رحلته في البداية امتدت إلى القطب الجنوبي، ثم بعدها خاض مغامرة تسلق قمة إيفرست، بعد ذلك واصل رحلة تحدي الأقطاب الثلاثة متجها إلى القطب المتجمد الشمالي في رحلة استغرقت 53 يوما، خاض من خلالها المغامر اللبناني ماكسيم شعيا مع رفيقيه حوالي 650 ميلا على القطب المتجمد الشمالي فوق حقيقة مياه يصل عمقها إلى أكثر من 3000 متر. مغامرة كبيرة جدا لماكسيم شعيا ابتسام. نعم هذا صحيح سعد، وماكسيم شعيا بطل أيضا في الدراجات الهوائية التصور والتزلج. كشف ماكسيم شعيا أنه لن يتوقف عن رياضة المغامرات بل سيتوقف عن رحلات هذه المغامرات. هذا التقرير يسلط الضوء على ماكسيم شعيا ومغامرته الجريئة والغريبة جدا والصعبة ربما. نتابع. العالم اللبناني، والأول بعد إذا وصلت على القطب وشكيته هالعالم على 90 درجة شمال رح بنسى إن الله راد كل العذاب يلي مرقنا فيه. الله كريم. القطب الشمالي كان الوجهة الجديدة للمغامر اللبناني ماكسيم شعيا الذي قطع آلاف الأميال لتحقيق حلم راوده منذ بدأ مغامراته المثيرة قبل سنوات، محولا هذه المغامرات إلى إنجازات غير مسبوقة. رفع خلالها علم بلادي فوق القمم السبع والأقطاب الثلاثة لينضم بذلك إلى نخبة قليلة من الناس استطاعت أن تجعل من المستحيل واقعا يعاش. الرحلة إلى القطب الشمالي كانت الأصعب في مغامرات شعيا المتعددة واستغرقت 8 أسابيع، قطع خلالها نحو 800 كيلومتر وهو يجر مع رفيقي الأمريكي ستيوارت سميث والكندي لوبي دوبري معداتهم وزادهم اليومي، متحدين الظروف المناخية القاسية ووحشة الطبيعة وظلمة جليدية مخيفة، باعتبار أن القطب الشمالي هو أكثر الأماكن خطورة ويشمل محيطا عمقه أكثر من 4000 متر يغطيه جليد متنقل. الدموع اللي هتشوفهم هاو هلا هن دموع فرح مش دموع حزن، انما ما بخبي عليك انه كان في 53 يوم دموع خوف، بس اذا بدي اجمل شعوري وشو كنت فكر ما عندي الا شكر. مثلا بشكر اول شيء ربي اللي لا شفت ابني سليم، سوري يعني ما تخزوني، بشكر ماكسيم كلبناني، بشكر ماكسيم اللي حط اسم عالي لبنان. إذا بنسأله كم شخص بالعالم عملوا إنجازاتك، يعني السبعة سمتس يعني لسيت سو ميدي مو والثلاثة بولز، بقول لك إياها بكل فخر، هو ما بيقولها ما حدا سأله إياها، هو رابع شخص بالمسكونة عملهم، شخص من لبنان 4 ملايين بين كذا مليار عالم لبناني يعملها. ماكسيم شعيا وبعد عودته إلى لبنان عقد مؤتمرا صحفيا خصصه لعرض تفاصيل رحلته المشوقة، فشرح بإسهاب الحياة اليومية التي عاشها مع رفيقيه والصعاب التي واجهته بدءا من الطائرة التي أقلته إلى رحلته المجنونة، مرورا بدرجات الحرارة المتدنية التي تراوحت بين 50 و60 درجة تحت الصفر، وصولا إلى الثلوج المتكسرة التي أعاقت من تحركات المغامرين، كما تناول خسارته لأكثر من 15 كيلو من وزنه، واعدا عائلته في الختام بتجميد رحلاته الخطيرة دون التوقف عن خوض المغامرات الطبيعية من حين لآخر. يعني ما بنقدر نعطي الشهادة أكثر ما هو بطل نجح أنه يعمل شغلة صعبة كانت كتير، وكان مشغول بيننا كتير عليه الحقيقة، بس كتر خير ربنا رجع لنا بالسلامة وناجح ورفع لنا راسنا ورفع علم لبنان بأمة العالم، فالحمد لله. هي زهرة بتخلي كل لبناني يعتز باللي حققه ماكسيم، لأنه هيدا إنجاز يخلد. إذا بنعرف نحن أنه الأقطاب الثلاثة اللي هن القطبين الجنوبي والشمالي اللي أنجزوا من حوالي أسبوعين، الشمالي وقمة إيفرست
بسموه الأقطاب الثلاثة اللي وصلوا لهالإنجاز أو يعني بلغون إن كان اجتيازا للمسافات الطويلة واللي كبدوا فيها صعوبات وكثيرة ومطبات، أو إن كان البلوغ القمة اللي هي سقف العالم، ما بيتعدوا اللي عملوا هالإنجاز هذا ال 12 شخص. هذا بخليك تشوف قد ايه كان هالشخص عنده إرادة وعنده مثابرة. تحول مكسيم شعيا إلى ظاهرة فريدة في الوطن العربي، تجلت ليس في مغامراته البطولية فحسب، بل بتجسيده لعزيمة الإنسان وقدرته على تحدي الصعاب أيا تكن، ليصبح أمثولة وشهادة حية لأصحاب الإرادة الذين سيأتون من بعده لخوض غمار المغامرة والتحدي. ويستمر مكسيم شعيا في التمارين التي يحبها والتي باتت من عصب مغامراته، فهو بطل لبنان في رياضة الدراجات الهوائية، وبطل أيضا في رياضة التزلج، والعزيمة والإرادة والتحدي عناوين لمغامراته التي كرسته رائدا من رواد عالم المغامرين، ليصبح واحدا من الكبار في لبنان أدرجت صوره على طوابع بريدية وعلى بطاقات الهاتف الخلوي. حسن مرتضى، الجزيرة الرياضية، لبرنامج الصباح الرياضي، بيروت. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي بعض تفاصيل مغامرة البطل الخارق مكسيم شعيا، الذي يسرنا أن نستضيفه معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك من العاصمة اللبنانية بيروت. في البداية الحمد لله على السلامة مكسيم. مكسيم، رحلة كبيرة جدا، رحلة شاقة، ولكن السؤال الأول، ما الذي دفعك إلى هذه المغامرة، مغامرة الأقطاب الثلاثة، بداية مع القطب الجنوبي، قمة إيفرست، القطب المتجمد الشمالي؟ شكرا سعد. شوف، انا خلقت باوائل الستينات وربيت هون بلبنان، للاسف ببلد كان بيتمزق من الحرب. كنت عارف انه عندي طاقه وقدره كبيره، ولكن لانه ربيت خلال الحرب للاسف ما قدرت بركي اعبر عن نفسي بهالفتره هاي. فعلى كبر حبيت برهن لنفسي، مش لغيري بس لنفسي، انه لو انه انا ربيت وعشت ببلد سليم كنت قدرت صرت محترف برياضة أو أخرى. يعني شيء أكيد أنه لو أنا خلقت هلأ عن جديد وبقطر مثلا، كنت دخلت مثلا أسباير وصرت محترف برياضة أو أخرى. للأسف ما صارت، فلذلك أنا تحديت نفسي أولا تأتسلق الإمام السبعة، وأخذتهم درجة درجة. واحد ما في يتسلق إيفرست قبل ما يتسلق غير قمم قبل. ومن بعدها حبيت تابع المسيرة وحاول اجتاز الأقطاب الثلاث، والحمد لله الله واكبني وقدرت حققت هالحلم. نعم مكسيم شعيا، أنا بدوري أيضا أرحب بك معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بيروت، وأيضا أقول لك الحمد لله على السلامة. سؤالي المحدد مكسيم، يعني لاحظنا في حديثك ولاحظنا في التقرير هناك إرادة وإصرار، وأنت تقول الآن أن ظروف الحرب أيضا ربما هيئت هذا الموضوع بشكل أو بشكل آخر. أيضا تابعنا في التقرير والدك متأثر جدا لعودتك بالسلامة طبعا، ولأنك يعني تمثل بلدك لبنان. إلى أي مدى كان وجود الأهل في حياتك ودفعهم إياك كان حافزا لتصل إلى هذا الوضع الجيد في الرياضة؟ هذا أمر أساسي. شيء أكيد أنه لو أنا امرأتي مثلا بتعطل هم بدون سبب، أو لو بتخاف علي أكثر من اللزوم، ما كنت قدرت حققت هالشيء. هيدا كانت هذه شغلة أساسية، وطبعا أولادي كمان إدغار وكالي، لأنه امرأتي ما كانت من النوع يلي لما بتعطى الهم دغري بتعبر عنه. كانت شغله اساسيه. اكيد بشكرهم كلهم، وبشكر كمان اهلي، ابوي، امي، اخواتي. بعرف انه قضوا اوقات صعبه، بس بعتقد انه تضحيتهم مثل تضحيتي الحمد لله كانت لنتيجه مشرفه. نعم مكسيم شعيا، حقيقه كرمت انت يوم امس من خلال استقبال رئيس الجمهوريه اللبنانيه لك يوم أمس، أن تستحق هذا التكريم. مكسيم، حقيقة نريد أن نعرف أجواء المغامرة، مدى صعوبة هذه المغامرة. بدأت في القطب الجنوبي ثم قمة إيفرست، الآن القطب المتجمد الشمالي تنهي بنجاح. أين كانت الصعوبة؟ هل في القطب الجنوبي أم في إيفرست أم في المتجمد الشمالي؟ بدون أي شك القطب الشمالي مؤخراً كان اصعب وحده من هالثلاث اقطاب. ليش؟ لانه من وراء الاحتباس الحراري القره الارضيه مريضه والجليد عم بيدوب.
الحمد لله السنة كانت سنة باردة جدا، فلذلك الجديد كان متمسك، ولكن نحن جبرنا ننطلق من أقصى شمال كندا جزيرة إلزمير نهار 4 آذار. 4 آذار بعدنا بالشتاء، الشمس بعد ما شرقت بهالمنطقة هاي، لذلك كان برد جدا. لما وصلنا كانت الحرارة 48 تحت الصفر، خلال جمعة ما نزلت ما طلعت بالأحرى فوق 45 تحت الصفر، وشهدنا حرارات بالقرب من 60 تحت الصفر. كمان تشقق الجليد يعني والمي المفتوحة كانوا خطر كبير. كمان اكيد الدبب البيض يلي هن حلوين جدا ولكن خطرين جدا، الحمد لله ما شفنا الا اثار دبب وما انجبرنا نستعمل السلاح اللي كانت موجوده معنا. نعم مكسيم، يعني في جملة هذه الأخطار التي ذكرتها ربما يكون هناك أخطار أخرى. قبل أسبوعين تقريبا يعني كنا أجرينا معك اتصال وكنت تقول أن هناك ربما أحد سيقع في الماء أو وقع في الماء، يعني إلى أي مدى هذه الأمور تعتبر مخيفة بالنسبة إليكم وغيرها من المواقف التي ربما حدثت أو كادت أن تحدث؟ الخوف كلمة فينا نستعملها بعدة درجات. ما بخبي عليك انه هالرحله هيدي كان في خوف، لانه كان في مي مفتوحه بس مجلده، ولكن الجليد ما كان قوي، ما كان صلب حتى نقدر نعبره مع المزلاج ورانا. الحمد لله ولا واحد من زملائي الي وقع بالمي، واحد منهم وقع نزلت اجره بالمي وجلد اصبعه اصابعه باجريه، ولكن غير زملاء بغير حمله انكسر الجليد معهم ووقعوا بالمي وصار معهم اصابات. انا بشكر ربي انه نحن قدرنا نتخطى هالمرحله هاي. لما الجليد يكون كبير جدا، اذا واحد نزل في الماء بعدين بس يجرب يطلع بصير يكسر اكثر واكثر الجليد. بما انه المي منا بارده جدا، يعني 2 أو 3 درجات تحت الصفر، بس بما انه الحراره برات المي 40 45 50 تحت الصفر، اول ما واحد يطلع اذا ما قدر نصب الخيمه بسرعه ودور النار حتى يشلح ثيابه وينشفهم بجمد واكيد بيستشهد. نعم، كيف كنتم تشعلون النار ماكسيم؟ كيف كنتم تهيئون هذه الأجواء للتدفئة؟ أيضا أريد أن أسألك ماكسيم، كيف تستطيعون أن تنامون على جليد تقريبا مثل ما ذكرت 45 درجة تحت الصفر؟ كيف كنتم تنامون ماكسيم؟ كنا ننام بكيس نوم sleeping bags معمولين من مش ريش وز، مع أنه هيدا أدفى شيء خلقه ربنا، بس جبرنا نستعمل مادة اصطناعية. كان في عنا أكثر من كيس نوم لكل واحد منا 2، وكان فينا ننام جوات الكيس النوم بكيس نايلون، فعلا شغلة مش مستحبة أبدا. ليش مننام بكيس النايلون؟ لأنه جسم الإنسان بطبيعته حتى ب 40 تحت الصفر بيتبخر منه شوية مي، وهالمي إذا فاتت بكيس النوم بتجلي جوا وبصير كيس النوم مثل فريزر ديب فريز. بس بدي أقول هون إنه بيكتشف الواحد مش بس بهالرحلة هاي بس بكل الرحلات، إنه جسم الإنسان والإنسان بحد نفسه هو مكنة خارقة خلقها ربنا، وجسم الإنسان معقول يتأقلم بأي محيط نوضعه فيه. يعني إذا واحد ثابر وكان صبور بيجي وقت ما بعود بعاني قد أول نهار، بقى لازم واحد يكون صبور ويترك الطبيعة تعمل شغلة. جسم الإنسان بصير يفرز مثل نوع من مادة لحتى يعاكس البرد، الجلد الميت بتربى زيادة أكثر لحتى تعاكس البرد الشديد. بقى إذا كنا صبورين وتركنا ربنا يشتغل بطريقته بفتكر نتخطى المرحلة. نعم مكسيم، يعني في هذه الرحلة لم تكتشفوا فقط الأماكن بل اكتشفتوا ربما يعني أمور تستطيعون من خلالها أن تتكيفوا مع هذه الأجواء. سؤالي، كيف كنتم تتناولون الأطعمة؟ هل من أطعمة معينة كنتم تتناولونها في مثل هذه الرحلة الشاقة نوعا ما؟ شيء أكيد أنه دائما نحن نطلع على أعداد الوحدات الحرارية الكالوريز والتقل. طبعا تقل عامل اساسي، كل ما في عندنا تقل اكثر بالمزلاج كل ما اصعب عبر فوق الجليد، فلذلك ناخذ طعام فيه كثير وحدات حراريه مع تقل قليل.
لحتى نحصل على هذا الشيء نستعمل dehydrated food، معناتها أكل منشيل منه الرطوبة والماء. طبعا نحن بس بدنا ناكل منولع المنقد، نستعمل مثل نوع من بنزين أبيض ومندوي بتلج أو جليد ومنخلطه مع هالبودرة يلي هي أكل بس منشيل منه الرطوبة، مثل مثلا الحليب المجفف، هيدا dehydrated milk، معناتها حليب منشيل منه الرطوبة والماء. نعم ماكسيم، طبعا كنتم تجرون من خلفكم أدواتكم الشخصية بدون أي مساعدة شخصية أو تقنية، ولكن السؤال ماكسيم، ما هو أصعب موقف تعرض له ماكسيم شعيا في هذه الرحلة الشاقة في القطب المتجمد الشمالي؟ شوف يا سعد، كل فشخة كانت صعبة، وأنا بأول الرحلة سألت نفسي شو رح بيكون مدى الإصابات الجسدية، يعني كم إصبع بإيدي بإجري أنفي دينتي رح ينصابوا من البرد، وبآخر الرحلة كنت عم بسأل نفسي شو رح بيكون مدى الإصابات النفسية psychological قد ما كانت صعبة. الصعوبة الكبيرة اللي واجهناها بالأخير هي الشرد، مثل ما قلت نحن موجودين على محيط عمقه 4000 متر ونحن عم نمشي على جليد. هلا هالجليد هيدا لأنه في تيار بالماء تحت بالمحيط، ولأنه الأرض عم تبرم على نفسها، ولأنه في رياح، معناتها أنه هالجليد هيدا منه ثابت، هيدا الجليد عم بيشرد. والأسف أنه هيدا الترانسبولر دريفت اللي بنسميه بيشرد من الشمال للجنوب، يعني في أيام كنا نتزلج 15 ساعة وتنقول بنعبر 15 نوتيكال مايل، نضربهم ب 1.85 تنعطي كم كيلومتر، ولكن 15 ساعة إذا نطرحهم 24 بضل لنا 9 ساعات بدنا ناكل ونشرب وننام بالخيمة. بهالخيمة هيدي عم نرجع نشرد نحو الجنوب، وهيدي كانت لعقلنا يعني لمعنوياتنا كانت شغلة صعبة صعبة جدا. مع العلم أنه كان مفروض نوصل للقطب قبل 26 نيسان، لأنه من بعد 26 نيسان القاعدة الروسية يلي مفروض تبعت طيارة مروحية تشيلنا من القطب وترجعنا على الأرض اليابسة بالنروج كانت سكرت، فلذلك كان لازم نوصل قبل 26 نيسان، مع العلم أنه الجليد كان عم بيشتغل ضدنا عم بيرجع يرجعنا نحو الجنوب. نعم ماكسيم، يعني هذه رحلة شاقة وتتخللها كثير من المخاطر، يعني سواء شخصية أو يعني حتى ربما بالنسبة للأدوات التي كنتم تحملونها وإياكم، ماذا عن موضوع الاتصالات بينكم وبين الناس المتابعين لكم إذا صح التعبير؟ كيف كانت هذه الاتصالات؟ هل كانت مثلا بشكل يومي؟ هل هناك ساعات محددة لإجراء مثل هذه الاتصالات؟ سؤالك بمحله، نعم في ساعة معينة نحن بنسميها سكيد، معناتها سكيدجول، كنا نحن عم نتبع ساعة شيكاغو يلي هي 7 أو 8 ساعات خلف جرينتش مين تايم. كل يوم الساعة 8 المساء نتصل بمركز بشيكاغو ونعطيهم موقعنا من الجي بي اس، بناخده كم درجة شمال وكم درجة غرب أو 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 شرق، وكنا نعمل هالشيء هيدا عبر التليفون عبر الأقمار الاصطناعية اسمه إيريديوم، هو الوحيد اللي بيشتغل على الأقطاب. نعم. مثل ما بنعرف الثريا ما بيشتغل إلا في نصف الكرة الأرضية. وإذا على 48 ساعة ما عطينا البوزيشن تبعنا عبر هالجهاز هيدا، حتما بتطلع طيارات حتى تفتش علينا من آخر نقطة عطيناها، معناتها في مشكلة. الحمد لله قدرنا كل يوم نعطي موقعنا. الحمد لله. ما بخبي عليك انه كمان انا كنت عم بستعمل هالجهاز هيدا حتى خابر زملائي هون بلبنان وببنك عوده، حتى وابعث لهم صور كمان عبر كمبيوتر صغير موجود معي حتى يحطوهم على البلوج. مثل ما بتعرفي اجينا اكثر من 3,200,000 هيت على البلوج www.the3poles.com، الاقطاب الثلاث.com، وهيدي كانت وكلمات التشجيع يلي اجت عبر هالبلوج هيدا كانت فعلا مشجعه كثير لإلي، خصوصا بالمراحل الصعبه. نعم ماكسيم، حقيقة سؤال اخير لا استطيع ان افوت هذا السؤال عليك ماكسيم. ماكسيم، كانت رحله على امتداد 650 ميلا
تقريبا على فوق الجليد، جليد يبلغ سماكته من 2 إلى 3 أمتار، ولكن ماذا إذا لم يكن هذا الجليد صلبا؟ بكل تأكيد أنتم فوق مياه عمقها 3000 متر، ماذا لو تهشم هذا الجليد وسقطتم في المياه ومن خلفك العربة التي تجرها فيها الأدوات، الخيمة، الطعام، كيف كنت ستعمل ماكسيم لو حدث ذلك؟ السؤال بمحله. هلا أنا موجود معي دراي سوت، في أيام جبرت ألبس الدراي سوت وأصبح مع المزلاج يلي بفوش وراي مربوط بحبلة حتى أعبره لتاني ميلي، استعملني يا 3 يا 4 مرات. ولكن سؤالك بمحله، إذا أنا ما كان عندي الخبرة الكافية حتى أقرأ هالجليد هيدا، تعرف إذا كان هالجليد هيدا صلب كفاية لحتى يحملني ووقعت فيه. المشكلة إنه إذا وقعت بليد مفتوحة مثلا عرضها 20 أو 30 أو 50 متر، فيني أرجع حتى بدون الدراي سوت للشط، فيني أنصب الخيمة بسرعة وفيني أصعف نفسي. ولكن شاهدنا ليدز، أوبن ليدز مجلدة بس مش صلبة، أكثر من مايل، يعني 1800 متر، في منهم كانوا 3 مايل، يعني 4-5 كيلومتر. وهون إذا وقعت أنا بالنص، لأنه عجنب تبقى مجلدة وصلبة، ولكن بالنص أوقات بيكون في مي مفتوحة أوقات بتكون غير صلبة. إذا وقعت بالنص وبجرب أرجع أطلع من المي، كل ما جرب أرجع أطلع بصير يكسر زيادة، وأنا إذا وقعت بالمي ما بضاين أكثر من 20 دقيقة، 25 دقيقة ماكسيموم، بعدين بشنجوا عضلاتي وما بعد فيني هز. فعلا كانت هيدي شغلة خطرة جدا، ومشان هيك انتبهنا كتير، ومشان هيك أنا قبل ما أحاول استاذ القطب الشمالي من شمال كندا، بتعرف أنا سنة 2004 رحت على القطب، تزلجت من 89 درجة ل 90 درجة، يعني 60 نوتيكال مايل 110 كيلومتر تحضيرا لهالرحلة هاي. ومثل ما بتعرف قبلها عملت القطب الجنوبي، يعني واحد مثل ما بيقولوا إذا بده يسوق فورمولا 1 ما في يركب بفورمولا 1 نهار اللي بيقرر، بده قبل الفورمولا 1 يسوق الفورمولا 3000، وقبل سيارة الرالي، وقبل سيارة الرالي سيارة الكارتينج. يعني بالحياة واحد في حق شو ما كان، بس بده يكون في عنده إرادة يبلش صغير ويكبر شوي شوي تحقق الهدف مهما كان صعب. نعم ماكسيم شعيا المغامر اللبناني، شكرا جزيلا لك وسرورنا بلقائك عبر الصباح الرياضي، شكرا جزيلا. شكرا لك سعد. بالإرادة ابتسام مشاهدين الكرام، ممكن للرجل أو المرأة أن تصل إلى ما أرادت إليه. نعم هذا صحيح، وهذا ما أكد عليه ماكسيم شعيا، إرادة وإصرار، ولابد من التدريب أيضا، يعني صحيح. لا تأتي الأمور هكذا مباشرة تنفذ، بل هي يعني فترة خطوة تدريب خطوة. وخطوات كثيرة تسبق الخطوة الأخيرة. نعم صحيح. نعم.